بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا مع الكتلة الحجمية. نتوفر على قطعة معدنية تزن 15.44 غرام، ونقيس حجمها بواسطة المخبار المدرج، فنجد الحجم هو 0.8 سنتيمتر مكعب. لقياس كتلة قطعة معدنية نستعمل الميزان ذو الكفتين، يعني ميزان روبي بار، ولقياس الحجم نستعمل المخبار المدرج. أما إذا كانت القطعة عبارة عن متوازي المستطيلات أو عبارة عن مكعب أو عبارة عن مستطيل أو هرم، فإننا نطبق إحدى قواعد الحجم. مثلا حجم المكعب هو الحرف في الحرف في الحرف، حجم متوازي المستطيلات هو مساحة القاعدة في الارتفاع، يعني الطول في العرض في الارتفاع. حجم الأسطوانة هو مساحة القاعدة في الارتفاع، والقاعدة عبارة عن قرص مساحته الشعاع في الشعاع في البي، وقيمة البي بتفريطية 3.14. المهم شكل غير مرتضي نستعمل المخبار المدرج. هذا هو المخبار، انظروا 0.2 سنتيمتر مكعب، 0.4، 0.6 إلى آخره. هذا هو المخبار المدرج. نأخذ قطعة، هذه قطعة نضعها في المخبار فيصعد مستوى الماء فيه، كان 0.4 فأصبح 1.2، فالحجم هو 1.2 ناقص 0.4، يعني الحجم هو 0.8 سنتيمتر مكعب، وهذا الذي في المعطيات فقط، هذا كان للشرح. إذا أخذنا الشكل جسم غير منتظم هذه طريقة لإيجاد الحجم، المخبار المدرج. أما إذا كان للجسم أبعاد محددة يعني منتظم، فإننا نطبق إحدى القواعد. ما نوع المعدن المكون للقطعة؟ هل هذه القطعة من الألومنيوم أم من النحاس أم من الحديد أم من الزنك أم من المغنيسيوم أم من الذهب أو ماذا؟ هنا الجدول الذين جدول الكتل الحجمية لبعض المواد الصلبة والسائلة والغازية. لدينا الألومنيوم كتلته الحجمية، النحاس كتلته الحجمية، ألومنيوم معدن، نحاس معدن، الذهب معدن. ولدينا الكتلة الحجمية للهواء، الكتلة الحجمية للخشب من 0.6 إلى 0.7 على حسب نوع الخشب. الزجاج كتلته الحجمية 2.4، زيت الزيتون 0.82 تقريبا. إذا ما نوع المعدن المكون للقطعة؟ إذا لا بد من حساب الكتلة الحجمية للقطعة. الكتلة الحجمية غو هي الكتلة الحجمية. العلاقة هي ماذا؟ الكتلة الحجمية تساوي كتلة الجسم على حجمه، الكتلة بالجرام، الحجم بالسنتيمتر مربع، أو الكتلة بالكيلوغرام والحجم بالديسيمتر مكعب، أو الكتلة بالطن والحجم بالمتر مكعب. لدينا هنا الجرام يوافق السنتيمتر المكعب، جيد متابع. فكتلة هذه القطعة جاءت المعطيات هي 15.44 جراما. قسم كم؟ قسم الحجم الذي هو 0.8 سنتيمتر مكعب، ونحسب الكتلة الحجمية بالقسمة 15.44 قسمة 0.8. انظر المقسوم عليه الخارج 4، انظر المقسوم عليه فيه فاصلة. إذا ماذا نفعل؟ نضرب هنا في 10، نضرب أيضا هنا في 10. إذا ضربنا هنا في 10 يصبح لدينا 154.4، أما هنا 0.8 في 10 تصبح 8. إذا ننظر المقسوم عليه بدون فاصلة، هذا جيد. إذا ننتقل من هذا الكتاب إلى الكتاب. في 15 كم من مرة 8؟ 1. 1 في 8 8 عملية. أنتم تعرفون القسمة، درستم وفي سابقا الصفر بالسلام. إذا 7 صفر بعد 13 يزيد 74 قسمة 8 نجيب 9. 9 في 8 72 عملية الطرح، باقي 2 نمزل. انظروا أنزلنا 10 فاصلة، هذه 10، هذه الفاصلة جزء العشر 14. إذا ماذا فاصلة؟ هذه الفاصلة
هذا هو الخارج لو كوسيون لو ديفيدون لو ديفيزور لو كوسيون لو ريس اسم مضبوط اكزاكت لا ديفيزيون اكزاكت كم وجدنا 19.3 الكتلة الحجمية التي توافق 19.3 ابحثوا عنها في الجدول لا 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 نعم اذا 19.3 هي الكتلة الحجمية الموافقة لماذا الموافقة للذهب اذا ما نوع المعدن المكون لهذه القطعة هذا المعدن هو الذهب هذا المعدن هو الذهب هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.